وزعلانه بس الهدف واحد ان احنا لعبنا كويس واحنا اللي كنا نستحق المكسب ده. ما بتقلعش التيشيرت الابيض اللي بخطين حمر صيف شتاء لابساه وبتظهر بيه، ويوم تغيره تلبس تيشيرت المنتخب. مفيش مباراة بتفوتها خالص، بتعشى لاباتشي وحبها لزيزو في حتة تانية خالص. أوضتها قلبتها الاستوديو تحليلي بديكوراته، وعلم الأهلي حطها جنب علم الزمالك في الأوضة، وهقولك ليه. من مشجعة الزمالك روكا محمود اللي قلبت تيك توك بفيديوهاتها، إزاي بتحب الزمالك كده؟ وليه بتستفز الأهلوية؟ مش هتصدقوا بتغيظهم إزاي؟ بتقول لو عشت احلف طول حياتي كلها مش هقدر اوصف بحبك يا زمالك قد ايه، واحتاج حياه اتنين تلاته علشان اوصف بحبك قد ايه. مفيش اي حاجه تخص الزمالك من قريب او من بعيد الا ولازم يكون ليها راي وتعليق، ومش في المباريات بس، لا، فيديوهاتها قلبه تيك توك بارائها المثيره للجدل، والخناقات بينها وبين الاهلاويه ملاش اخر، واخرهم الساعه اللي فاتت بعد فوز الزمالك على الاهلي 2-1 في بطوله الدوري. بعد انتهاء المباراه انتشرت صوره على السوشيال ميديا مكتوب فيها الزمالك يفوز على الاهلي لاول مره من 2003 في الدوري، فطبعا كل فريق خدها بطريقه، هتلاقي الاهلاويه قالوا من نفسهم يفرحوا كده، الزملكاويه اعترضوا جدا ومنهم روكا. روكا وسط فرحتها بفوز الزمالك ظهرت وعلقت على الصوره دي وقالت: نعم، ازاي ما كسبتش الاهلي في الدوري من 2003؟ امال 2020 دي ايه اللي ساعتها زيزو جاب جون فيهم؟ انا فاكره ان احتفلت بالدوري كتير جدا. طيب وبالنسبه لفوز الاهلي في الكاس ليه ما قلتوش انه فاز بعد 17 سنه؟ عرفتوا ليه انا بفرح الفرحه الاوفر دي؟ لان انا مش بكسب فريق، انا بكسب منظومه كامله. روكا راحت الاستاد وبتحضر المباراه، ونشرت فيديوهات من المدرجات وهي بتشجع وبتهدف بعلو صوتها مع الزملكاويه. هي متابعه جيده جدا لاي حاجه تخص لعبه الزمالك، وفي ظهر اي لاعب وبتدافع عنهم، وشايفه انهم ما بيغلطوش خالص وصح طول الوقت، واي ازمه بتعرضوا ليها بتطلع وترد وتبرر ليهم وتحكي التفاصيل. دايما بتتكلم بالالغاز في كل فيديوهاتها، وماشيه مبدا اللي على راسه بطحه والحدق يفهم، ودايما بتقول كلنا عارفين مين بس عمرنا ما نروح نقول. قليل قوي لما يبقى كلامها مباشر وتقصد حد بعينه، زي مهاجمتها الكهرباء وإمام عاشور وشمتتها فيه بعد إصابته في المباراة أمام نيوزيلندا. قالت: اللهم لا شماتة بس أنا شمتانة، وبدون ذكر أسماء. كمان علقت على ظهور كهربا الكتير في البرامج الفترة الأخيرة وخاصة في رمضان، وشايفة أنه بيتعمد يجيب سيرة الزمالك في كلامه دايما. روكا عيطت بعد هزيمة الزمالك في كاس مصر، وظهرت في فيديو منهارة وبتقول: فخورة أني زملكاوية وإحنا اللي نستحق الفوز، وفخورة بكل المؤامرات اللي بتتعمل على الزمالك. ومن أشقاء للزمالك ما بتقلعش التيشيرت ونفسها تروح تحضر أي فرح ليه لولا أن أمها بترفض. عاملة أوضتها استوديو تحليلي ومغطية الحيطة اللي وراها بديكور ولوجو الزمالك، وعامله صوره لشيكابالا من حبها فيه، وشايفه ان اغنيه اسمراني معموله له مخصوص ومتفصل عليه، واحيانا بتظهر وراها علم الاهلي، وده لما تظهر تسف وتغيظ وتشمت في الاهلاويه مع اي خساره ليهم او لما تحصل ازمه لاي لاعب. هي داخله تيك توك وبتعمل فيديوهات عن الكره حبا فيها وفي الزمالك، وقالت: ولا ليا في الريتشات ولا في ترندات ولا بعمل لايفات. في النهايه ايه رايكم في المحتوى اللي بتقدمه روكا على التيك توك؟ هل عادي ان بنت تحب الكره وتشجعها كده؟ شاركوني برايكم في التعليقات. Thank you.